أستاذ العزيز، إحنا يعني نستغل هاي زيارتك الكريمة أنه القناة تكون مفضلة. أدعو المواطن، يعني هو الابتعاد عن جميع المعقبين اللي هم يستغلون المواطن. فكاميراتكم اليوم ونقلها للما موجود بالمجمع هو دليل على أنه نجاح المجمع وانسيابية داخل المجمع، فماكو داعي يلتجي لأي طريق. إحنا أخوته موجودين، إحنا بكل يعني من ابتدان من عدي لآخر موظف كنا نعمل خدمة مواطن. أي شخص محتاج شيء إحنا حاضرين، استفسار حاضرين، شخص كبير يحتاج مساعدة إحنا عدي مرشدين وياه يجولون. كذلك يعني أوجه دعوة المواطن، أنت مراجع دارة فلا تخلي المستمسكات تعوفن بالبيت ومصورة، أنت مراجع دارة طريق وروحة وجاي يعني مكلفة عليه. اللي مطلوب منه هي جنسية وسكن، ماكو غيرن جنسية وسكن، جنسية وسكن لا فقط، يعني بطاقة موحدة. لا تمويه من احتاج بطاقة موحدة، بطاقة سكن. انت مراجع الدارة راح تشوف الدارة والانسيابية بها. والحمد لله الصور احنا فقط بالفحص الطبي، فقط بالفحص الطبي صورتين، فقط الفحص الطبي، والبقية احنا يعني تصوير مباشر يعني كاميرا.